ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ما ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ست النكهات أحلى ستات كل يوم طبخة عست النكهات. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ست النكهات الموسم الخامس. مرحبا شيف محمد. مرحبا، كيفك شيف تيمة؟ تمام الحمد لله. شيف تيمور. شيف ديمة. أهلا وسهلا. أهلا فيك. شو أخباركم؟ ناح. شو توقعاتكم لحلقة اليوم؟ والله توقعات لازم تكون عالية، لأنه بصراحة بالمرحلة الأولى المتسابقتين فرجونا صراحة ليفل أو مستوى كتير كان ممتاز صراحة، ومتأملين منهم كتير إشي حلو. شيف مية مية. طيب شيف تيمور، شو رأيك تعرفنا على المتسابقات اليوم؟ طبعا المتسابقات معانا لليوم، معانا الست غادة والست وفاء. أهلا وسهلا. أنا وفاء الشرع، عمري 32 سنة، وأنا هلأ بعمل مدرسة. اسمي غادة الحاج، ربة بيت. صراحة عندي هواية كتير للطبخ وبحب الطبخ كتير، وحاب يكون إلي مستقبل هيك بالطبخ إن شاء الله. أهلا وسهلا، شرفتونا. طبعا إحنا هاي السنة عملنا هيك أفكار حلوة كتير في البرنامج، في شوية شروط لازم تتعرفوا عليها قبل ما نبدأ. شرطنا الأهم طبعا هو استخدام مرقة الدجاج الفورية من كنور، هذا بالطبق الرئيسي. أما بطبق المقبلات، لأنه صار في عندكم هلأ طبقين في هاي المرحلة، الطبق المقبلات تقدروا تستخدموا أي إشي من خلطات كنور اللي برضو الجديدة اللي نزلونا إياها في الأسواق. هلأ كمان شرط كتير كتير ضروري، إنه أنتوا رح يكون عندكم سلتين، واحدة للمقبلات واحدة للطبق الرئيسي. رح نخليكم تطلعوا على السلتين، وبعدين في معكم 15 دقيقة لطبق المقبلات و40 دقيقة للطبق الرئيسي. من الشروط الثانية اللي عندكم إياها إنه لازم تقدموا لنا 3 أطباق، لازم البرزنتيشن يكون أكيد حلو، لأنه برضو الشيفس رح يحاسبوا على عدة شغلات. في شغلة جديدة هاي المرة بالبرنامج، إنه إحنا حطينا لكم سلة سميناها سلة التبديل، فأنتوا بإمكانكم تختاروا طبق تختاروا مكون واحد من السلات اللي عندكم بطبق المقبلات ومكون واحد من الطبق الرئيسي، وتبدلوه بأحد المكونات الموجودين بسلة التبديل. واضحة الشروط؟ كل شيء تمام؟ شفت شو بتحبوا تحكوا لهم؟ يعني كمان لازم تعرفوا أنه التقييم بالمرحلة هذه راح يكون عن طريق العلامات، فراح لازم تركزوا أكثر، لأنه في يعني الأخطاء لا إما بنخصم لا إما بنزيد، عندنا بشكل عام على النظافة، على الترتيب، على طريقة الطهي، على التكنيك راح تستعملوه. ممكن إن شاء الله. طيب أغلبكم طلعوا سلة المقبلات. حمص، كزبرة، خضرة، بصل أخضر، فلفل أحمر حار، بندورة وخيار وليمون، خبز فرنسي، كمون، كزبرة ناشفة. بس هي خلاص؟ طيب طبعاً هو الملح والفلفل والخل والزيت أساسي موجود عندكم على الستيشنز. طيب بحب أخبركم أنه معاكم بدلوا آيتم واحد من السلة اللي أمامكم. ايش تحبي تبدلي يا ست غادة؟ بدي ابدل البصل بالجبنة، البصل بالجبنة. تفضلي خذي جبنتك. جبنة حلو. جبنة حلو. تمام يا غادة. وست وفاء ايش تحبي تبدلي؟ انا مش حابة ابدل. مش حابة تبدلي؟ ابدا. برضه بصير. طيب شو شاف؟ يبقى خليهم يبلشوا. يلا يبلشوا، يتفضلوا يا صبايا. معاكم 15 دقيقة ببلش من هلا. بعد الفاصل رح نشوف إذا المتسابقات رح يقدموا طبق المقبلات ويكون على المستوى ويعجب الحكام. كل يوم أبخى عست النكهات. الأبتايزر خطر ببالي إنه أول إشي كنت أطحن الحمص وأعمله كبيس، بعدين أحط المكونات الثانية، بس بعدين قلت ما في وقت، الوقت كثير قصير، فحبيت اني كلهم اخلطهم مع بعض والعب بشغله الصوص. ما عرفتش اول شيء شو بدي اساوي، بعدين شوي شوي بديت افكر واجمع المكونات على بعض وطلعت معي الوصفه. غادة ايش فكرتي؟ شو فكرتي تعملي؟ بدي اعمل نوع اللي هو بروسكيتا، نوع من انواع البروسكيتا.
بخلط الجبنة مع المكونات اللي عندي وإن شاء الله بطلع إشي زاكي. برافو إن شاء الله. حبيبتي وفاء شو فكرتي؟ أنا حاب أعمل سلطة عاد عربية بندورة مع خيار وعصرة ليمون تكون حامضة شوي، وأحط على الوجه البصل الأخضر والحمص. طيب ممتاز، بس حاب كمان أذكركم أنه العلامات راح تكون بناء على الإبداع، على الطعم، وعلى اللي هو العرض اللي هو البرزنتيشن تبع الصحن. ووفاء وغادة طبعاً كل الأيتمز اللي قدامكم بدكم تستخدموهم، يعني اللي ضلت عندك بدك تستخدميها كاملة. طب مدام غادة تفضل. أنا بعرف أنك أنت كنت من سكان إيطاليا. صحيح؟ صح. إيش أكثر إشي بتحبي تتقنيه، أو إيش أكثر طبخة إيطالية بتحبي تتقنيها، أو بتحبي دائماً أو بطلبوها منك بالبيت، أو أي نوع معكرونات؟ أي نوع معكرونات؟ أي نوع معكرونات والبيتزا. والبيتزا؟ والمعكرونة بتعمليها من الصفر؟ من الصفر بالضبط. وفاء إيش في إشي بتتميزي فيه؟ أي مطبخ بتحبيه أكتر؟ إيش بتحسي حالك أقرب لأي مطبخ؟ أنا بحب كثير المكسيكي. مكسيكي. عشان هيك بتعمل السلطة حارة ميكست كلها. أيوة. حارة رح تعمليها ولا لا؟ بحط الحر الأحمر شوي، رح حط كمان عشان الحمص لازم كمون وكزبرة. أي شيء حار اعتبر إنك أخذت علامة عالية. طيب حابة أذكركم إنه مرق 5 دقائق من التايم الوقت، بس بدي أسأل مدام غادة، هلا بالعادة بإيطاليا أنتوا لما تعملوا بروسكيتا مش مفروض تعملوا دريزل أوليف أويل زيت زيتون على هلا كمان شوي. توترها يا شيف. عايش بإيطاليا عول. طيب يا شيف ما توتر لي المتسابقات لو سمحت. فرن الغاز الوحيد اللي بطلع دخان بلا نار بالعالم. ايش توفى صبرينا، شو الهمة عندك؟ انا هلا برشت البندورة والخيار وبعصر الليمون. حطيت كزبرة وكمون على الحمص. حلو. بدي اخلطه، فمش عارفه هلا يمكن ازين بالحمص او بدي ازين بالكزبره. بدي اجي القي هيك نظره سريعه شو عم بيصير. ما بدي شو نعملها. تشم الروايح الزاكيه. ضايل معكم دقيقتين. دقيقة ونص. باقي معكم دقيقة. طبعا رح يصير كالآتي، أنا عم بحكي معك أو أنتوا عم تشتغلوا، بس تخلصوا سكب الصحون وطلب من كل متسابقة فيكم جبنة الصحون، رح نذوقها رح نقيمها، بس ما رح نحكي لكم أي شيء علامات التقييم. بعدين نكتب ملاحظاتنا، بعدين ترجعوا تبلشوا بالطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي 10 ثواني. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. انتهى الوقت. قفل ايديكم فوق. خلص ما حد يضيف اي شيء للصحون لو سمحتوا. طيب طيب غادة، عشانك قريبه على القلب وقريبه منها. تسلم. تبي اجيبهم لو سمحتي؟ شكراً كثير.
Very nice presentation. حسيت إنه الشفات عجبهم كشكل، وكنت بتمنى إنه يعجبهم كمان كطعم. طيب سلم إيديك يا غادة. إيديك. إذا مبدئيا رح ندوق طبقك وبعدين رح ندوق طبق وفاء. يلا شيف تفضلوا. يعطيك العافية وفاء، بتيجي تعطينا صحونك؟ كثير طيبة، يسلم ايديك. تفضل. شكرا. عفوا. تفضلي. يا سلام يا وفاء. كنت طبعا خايفة، بس يعني كشغل مبدئي وتأخرت شوي، حسيت انه النتيجة مش لصالحي. سلم ايديكم غادة وفاء. غادة كثير حبيت طريقة التقديم، بس ملاحظة صغيرة انه بما انه الجبنة مالحة، بس انه ندير بالنا دائما بكمية الملح اللي بنضيفها، خصوصا كمان انه معنا منتج كنور. بالنسبة لإلك وفاء، كمية الدريسنج حسيتها كثير زيادة على كمية السلطة. بس انا بالنسبة لي وفاء، الفلفل الحار كسلطة انا عجبتني، بس الفلفل الحار قطعه كثير كبيرة، فكسلطة شو يعني صعب انه انا اتقبل سلطة بفلفل حار كبير. وبالنسبة لغادة صراحة يعني اللي عملتيه كتير حلو، بس اللي ظل على لوح التقطيع اكتر من اللي ظل على اللي اجاني على الصحن. انا بدي اشوف اشي استعملتيه بدي اشوفه كمان على الصحن، ما بدي اشوف نص الاكل راح لمحل تاني. انا بالنسبة لي اثنين زكين صراحة، ل 15 دقيقة الطعمين جد زاكين. ما راح اقيم اي شيء هلا منكم، عشان انا ما بحب احكم من اولها، راح اشوف طريقتكم بالشغل بعد الشيء الصعب اللي هو المين ديش. بس بحب احكي خلفيتك بالمكسيكي حلوه كثير، وخلفيتك بالايطالي حلوه كثير، بحكي لك على هاي النقطه بعدين. اوكي. الحمد لله رفع معنوياتي. كان نكهته زاكي، عجب الشيف تيمور كثير، بس الشيف ديما قالت لي الصوص كتير يعني شوية زيادة بالنسبة للمكونات الثانية الحاب، بس بشكل عام كان كتير ممتاز جيد عجبهم. سلم إيديكم صبايا. الطبق الأول كان موفق معكم، هلأ رح ننتقل للطبق الرئيسي. بعد الفاصل رح نشوف شو المكونات اللي رح تكون مع المتسابقات للطبق الرئيسي، وشو رح يحضروا باستخدام هاي المكونات. كل يوم أبخى عست النكهات. طبعاً الأكلة اللي بالطبق الرئيسي هي أكلة إحنا اخترناها من موسم 2014 لوحدة من المتسابقات اللي كانت مميزة معنا أكيد، اللي هي إلين يوسف، واللي هي الدجاج بالزبدة. فإحنا هلأ هاي المقادير اللي عندكم إياها بهاي السلة، يا أما بتستخدموها كاملة، يا أما معكم خيار إنكم تبدلوا مكون واحد من سلة التبديل. نبلش نستعرض الأغراض، يلا تفضلوا. زبدة، بندورة، زنجبيل، بصل وثوم، دجاج، بودرة الثوم، رب البندورة، كاتشب، كريمة، طبعاً البهارات اللي عنا اللي هي غارم مسالة، كزبرة مطحونة، هيل وكمون وبابريكا. ضل في إشي واحد اللي هو تبديل، مهم برضو لازم تستعملوه. لا في شيء اهم، كنور. يا عيني عليك. شوي مكوناته بالنسبه لي وطريقه طبخي صعب شوي، لانه انا بالهندي او بالتوابل الهنديه مش كثير، ما بحبها السبايسز كثير، ما بحبها، بحب الطعم البسيط. مقادير هلا الصحن الرئيسي شفتها، بس حسيتها كطبق رئيسي ما خطر ببالي الا اني اشرح اعمل جوانح الدجاج او مكعبات صغيره واحط عليه الصلصه، انه لازم التزم جميع المكونات. ايش بدك تنقي من السله اللي امامك، سواء زي ما حكينا بس مغلف المرقه، مرقه الدجاج الفوريه بهاي بالمين دش، او بتقدري تختاريها مع احد الخلطات الثانيه الموجوده عندنا. اوكي. ما تنسوا انه فيكم تبدلوا مكون واحد من سله التبديل. شاف شو بتحب تحكي لهم كمان؟ هلا معكم 40 دقيقه تقدموا لنا الطبق الرئيسي من المكونات اللي قدامكم،
وهذا هو التحدي، انه من المكونات الموجوده عندكم تفرجونا شو الطبق راح تقدمون لنا، راح تقدمون لنا اياه. يلا تفضلوا. اخذتي ماسترد، الماسترد بدلته بالكاتشب. بدلتي الكاتشب واخذتي ماسترد. اوف طيب. انا بدي ابدل، انه في بودره الثوم، بدي استعيد عن الثوم واخذ البيض. بايش؟ البيض. بالبيض. تمام. هذا هو زي ما حكينا كان التحدي، انه نخترع طبخه جديده من احد الطبخات من المواسم السابقه، وباضافه طبعا وسيله مساعده اللي هي اختيار احد الاصناف اللي انتم عملتوها هلا. صبايا بلاش نضيع وقت، خلينا نبلش طبخ. تفضل. غادة، عم بيسألك الشيف محمد، بيحكي انك بسرعه اخذتي قرار ايش تبدلي، هل في اكله معينه في بالك؟ لا، هي والله هيك اجت معي هلا، ما كانت معانا بعرفها يعني، بس ان شاء الله انه بيطلع طعم طيب. وبالنسبه لك وفاء، في شيء معين في بالك؟ شو الاكله اللي حاب اخلط البيض مع البهارات وزيت والبصل، اخلطهم كيف الاومليت بس على طريقه هنديه، بهارات تانية. هلا بدي اقطع الدجاج مع البصل واعمل صلصه البندوره والكريمه واخلطها مع الدجاج، واكون مجهز البيض واخلطهم كلهم مع بعض واحطهم بالفرن واقطعها قطع. بدك تنفخيها شكلك زي الفريتاتا بدك تعملي انت. بس لو في طحين، بس ما في طحين، بحاول انها تطلع ناشفه شوي عشان ما تطلع مرقه كثير. حلو حلو كثير. طيب تبلشي 40 دقيقه معك ان شاء الله. طيب يا غاده، لو طلعتي معنا ست النكهات في هذا الموسم وين حابة توصلي؟ صراحة من زمان حلمي يكون عندي مطعم صغير إيطالي، زي ما بقولوا عائلي صغير على قدي، وحابة صراحة أوصل الطعم الإيطالي الصح. يعني في تركات بالمطبخ الإيطالي مش كتير الناس بتعرفها، فحابة أوصل لهم هاي النقطة فيها. يعني حابة تعملي مطعم إيطالي من خلاله تعرفي الناس على الأكل الإيطالي على الطريقة الصحيحة. بالضبط. وفاء حبيبتي، أنت لو إن شاء الله ربحتي معنا وتأهلتي وأخذتي اللقب بالنهاية، شو ناوية تعملي بالجائزة؟ أنا كتير بحب الطبخ وعندي شغف كتير كبير فيه، وإلي فترة كتير طويلة بفكر إني أفتح مطعم، بس بدي الستب يعني الخطوة الأولى أو الدعم الأساسي، يعني حدا يكون يدعمني عشان أفتح هذا المطعم. برافو عليك، الله يوفقك. وإحنا دائما نحكي إنه ست النكهات، إحنا مش بس بنتبنى الست اللي بتفوز، كل سيدات ست النكهات على مدى الخمس مواسم تميزوا وعملوا شغل وبزنس من خلال هاي المسابقة الحمد لله، ونعرفوا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيره، وحققوا أحلامهم الحمد لله. وفاء، وفاء مركزة أصلاً. وفاء بلشتي بالجاج ولا لسه ما بلشتي؟ أنا هلأ هي قاعد بقطع فيه. قطعي فيه؟ بدي أقطع قطعة صغيرة. أوكي بس ديري بالك حبتي إيديك، الله يسعدك. لا منتبهة، أنا السكينة الكبيرة ما بعرف أستعملهم. ليه؟ عاد أحلى إشي سكينة كبيرة. غرامك. غرامي سكينة كبيرة. إذا بدك استعملي هاي تحت الكاتب بوض عشان ما يزحلق. هذا مزحلق أنا. طيب مع إنه إحنا أعطينا الشروط في أول الحلقة، ولكن الشرط الأهم هو استخدام مرقة الدجاج الفورية من كنور. أنا حابة أذكركم حتى ما تخسروا. لا هلا بس غادة، أنت وين رح تستعملي المرقة الكنور الدجاج؟ كنور بالصوص بالكريمة. بالصوص رح تستعمليه بالصوص. طبعاً صبايا بحب كمان إنكم تلقوا نظرة على الخلطات اللي عندكم المحضرت لنا إياها كنور هاي السنة، اللي هي خلطة الثوم، توابل، خلطة المشويات اللي ممكن تضيفوا منها حتى لو رشة بسيطة إنكم تعززوا النكهة أكتر. سمعني صوت الفيش فيش. هيا تشتش تشتش تشتش. يلا يا صبايا شدوا حيلكم. معقول التومي لحق يحوس معها؟ كيف؟ لحق التومي يقبل معك؟ مالك عمالك عادي 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 عادي. ما انت لخمتها يا شيف. عادي عادي، ما عملتي شو حكت معي الشيف لافي مش معي انا.
لا لا مستغرب انا هيك حاسس التوم ما تدبل لسه ما ما يا يا ما هو هاي الطعم هاي الروائح اللي الاكل خلي شوي لبعدين اذا كله بدك تكره هلا طيب ماشي طول بالك الريحه بس من وين مش عارفين بس الريحه قويه جدا في ريحه كثير طيبه بس هلا بنشوف التوم أستاذ تفضل أستاذ تفرج على شو اسمه على كريمة دايك أنا هون لا أبدا تسلي صح أنا ولا شي فلافي كلكم لا 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 غادة وين وصلتي يا غادة بدي أحط هلا الكريمة اللي عملتها على الدجاج تمام وفاء انا هلا الدجاج استوى حطيت عليه طبعا بصل وزيت وزنجبيل ونزلت عليه البندوره هلا بدي انزل عليه الكريمه والكاتشب والبندوره والتربة البندوره بعدين بدي احط شوي من طعم المشويات على البيض حاب انه يكون على الوجه البيض لما يكون مقرمش في طعم شوى كثير طيبه هاي مميزه الخلطه باقي معكم 15 دقيقه وفاء تحكي لي كمان مرة إيش الخلطة اللي استخدمتيها من مكونات كنور؟ أخذت خلطة المشاوي وحطيتها على البيض وأخذت خلطة الكنور الفورية حطيتها على الدجاج وعلى البيض طب السؤال بدي أسألك إياه أنه أنت لسه بدك تدخليها على الفرن على الفرن هلأ خلص يا. أنا هلأ بدي أنزل هاي بدي أحط أول إشي كلها كامل تنزليها بال وحط البيض على الوجه فراح ينشف البيض بدي أحط هلأ شوي مع من الكريمة هون على البيض كريمة تحطي مع البيض أوكي تخلطيها وخلطة دجاجك تحطيها بالصينية صح؟ إيه حطيت شوي مع البيض وحط على الوجه وعلى الوجه الصينية فاضي ما فيها اي شيء انا مش شايف شيء هلا بدي ادهنها بشويه زبده اوكي بدنا نذكركم انكم كمان بتستعملوا كل المكونات الموجوده عندكم بها اكيد شو الاخبار يا غاده تقريبا خلصت قد ايه باقي معك وقت احنا باقي معنا بالضبط 5 دقائق فبرضه بدك تنتبهي انه دائما الواحد ما يسكب كثير بكير حتى ما يبرد الاكل بس انه امورك منيحه 5 دقائق الوصفه عباره عن صدور دجاج شويتها وتبلتها بالبهارات اللي كانت قدامي قليت البصله مع الثوم والزنجبيل وحطيت عليهم الكريمه برضه البندوره قشرتها وفرمتها وقلبتها مع التومه وحطيت عليها بهارات الكنور وشوي من البهارات الثانيه وحطيت الدجاج فوق الكريمه وزينت حطيت البندورة المفرومة فوق صدور الدجاج بس بدي أشوف وفاء أنا خلصت هلأ بدي أحط البيض عليها يا بيا وفاء ولسه بدي تدخل فرن قديش ضل 5 دقائق واو قلت لك رح حكالك قبل 10 دقائق الشيف لا تنتبهي على البيض بده وقت بالفرن ما بصير استثني البيض صح هلأ لا بس في تقدر تعمل شغلي فيه بعد على الغاز ثانك يو برافو باقي معنا دقيقتين وبدك تسكبي كمان 3 صحون وفاء مش رح تقدميه بصحن واحد الاكل الغاز مش حامي عادي املي شوفي رح اجي اوقف بس ما رح اتدخل بدي اشوف شو وضع الغاز عندك هلا هيك يمكن حلو شوي مش حامي انا كنت عم انزل عليه مش مشكله هلا بلش فكري باللي بالفرن فكري بصحون التقديم اللي بدك تحطيها عشان تختصري وقت قديش معنا وقت؟ دقيقة تشيل الصينية وتحط تسكبهم استوى البيض؟ يا باي عمالك لأنه إذا بيض ني ما راح أذوقه أكيد شوبت يا زلمة وراك من حرا حكيك شو غادة؟ كيفة؟ لا مو مكيفة فيها طلعت عندي غلطة طلعت عندك غلطة؟ إن شاء الله ما تكون كبيرة لا ملح شوي
هلا بتعرفي ايش كمان في ملاحظه لإلك، فنحن كمان نكون حقانيين. هلا زايد اخو الناقص، عيني عليكي، فانت سكبتي وقعدتي وقعدتي وانت ما سكبتي. احنا قاعدين جوعانين. هلا خطوات اللي عملتها هلا قبل ما ندش، قطعت الدجاج، حميت الزيت مع الزبده، وحطيت البصل، وحطيت فوقها الدجاج، وحطيت الكريمه والكاتشب ورب البندوره، وقطعت البندوره صغير وطفيت عنهم النار. بعدين اخذت البيض وخفقته مع البهارات المشاوي والزيت والبهارات الموجوده والبهارات كلها اللي معطينا اياها المشكله. بعدين حطيت الصينيه بالفرن، طبعا الوقت ما كفى، فالبيض عملته مثل طبق القلي. انا مش كنت حاب احط البيض واقطعه زي كانه اومليت، زي الكيك بدك تعمليه. أيوة، صح، زي البانكيك. هلا ما راح يزبط معك، ما راح يزبط، هذا بحطه بجنب الاكل. قطعيها بس اقطعها وخلص. لما شفت ست غادة أنها كملت، صح شفتها هي ما شاء الله سريعة وخلصت عبكير، بس أنا برضو كملت بطبختي. صراحة الأول حزنت عليها، بس يعني كمسابقة وهاي حسيت أنه ممكن يكون هذا أدفانتج لإلي، أنه ممكن يكون يعني ياخذوه بعين الاعتبار الحكام. 10 9 8 7 6 5 أربعة ثلاثة اثنين واحد. أعطيكم العافية. الله يعافيك. بعد الفاصل رح نشوف تقييم اللجنة للأطباق ومين رح تفوز بأعلى نقاط وتفوز بهالحلقة. كل يوم أبخط عست النكهات. العافية. الله يعافيك. نجرب صحنك؟ تفضل نجرب. ايش بالجوال؟ نجرب بصحن غادة. صحن غادة؟ طيب، صحن غادة. غادة، لو بدك تطلقي هيك اسم على هاي الأكلة اللي عملتيها، ايش ممكن تسميها؟ دجاج بالكريمة. دجاج والطماطم. دجاج بالكريمة والزبدة والطماطم. دجاج بصلصة البندورة والكريمة. الزنجبيل طعمه واضح. واضح بس يعني. واضح انه واضح حلو. Over. مش واضح. اوكي. انه هيك تك. جميل. غادة الماسترد بس حطيتيه على فوق الدجاج ولا برضه بالصلصة؟ بالصلصة. جاهز شيف لافي؟ يلا شيف. جاهز. تفضل سيدي. غادة. تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. شوفي أنا كطعم كثير حبيت. الماسترد مع الـ 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 مع الكريم عم بعط يعني اعطوني طعم كثير هيك حداده حلوه. الصدر الدجاج كثير مطبوخ بطريقه كثير ممتازه. التوميتو كونكاسيه اللي انت عملتها فوقهم، فانت بتنقلي لي من طعم لطعم، فكان كثير صراحه التيست عجبني. ما عجبني صراحه اللي هو بدي احكي على ادائك جوا المطبخ. يعني انا دايق جوا المطبخ شويه، حسيتك شوي فوضويه، ما حسيتك انه في سيستم عندك كثير شغاله على سيستم. بس كتكنيك اكل سو فار انا عجبني. الصحن الاول بروسكيتا، اذا بدي ارجع اقيم من الصحن الاول، الصحن الاول بروسكيتا اللي انت عملتيها كثير رائع، صح، كثير ممتازه، بس كان الخمال بتاعت الخبز كثير خميله، بس كطعم صراحه كثير كثير عجبني. صح. بدي اركز اكثر شيء، دقتي يعني وانت عم تطبخي دقتي بنفس الشوكه ورجعتي دقتي فيها نفسها، حسيت بحالي غلطت. فبس انا كطعم
صراحة عجبني. صحتك. أوكي غادة. أنا شوفي بالعكس حسيتك خصوصاً هلأ أنت شوي يمكن على رأي الشيف لافي كنت فوضوية شوي بالمين دش، ولكن بطبق المقبلات حبيت أنك منظمة، كنت حاطة قدامك سلة وعم تحطي فيها الأشياء الوسخة، حسيتك منظمة بالأبيتايزر. حبيت كتير طريقة تقديمك للأبيتايزر، فيها ابتكار، دخلتي نكهة شرقية مع نكهة غربية، إنه عملتي البروسكتا على طريقة شرقية لأنه فيها حمص طبعاً وحلوم. هلأ بالطبق الرئيسي زي ما حكى الشيف تيمور إنه كتير مرات حتى لو تأخرتي أنت بطريقة بعرض الطبق أو قدمتي كتير متأخر أو بكير نفس الشيء، فأنت برضو سكبتي شوي بكير فهو وصل شوي بارد شوي صغير. أما بالنسبة للطعم عندي ممتازة، تركيبة الطعمات مع بعض زي ما حكى الشيف لافي، كمان الماسترد مع البندورة مع الكريمة، عجبني إنك استغنيتي عن الكاتشاب وأخذتي الماسترد لأنه مع الكريم صوص طالع معاكي كتير مزبوط. إجمالاً طريقة عرضك وتقديمك للأطباق كتير مميزة فكتير عجبني. سلام عليكي. كيف حالك؟ الحمد لله. إيش مالك؟ ليه تضحك كتير؟ أنا بدي أكون معك سريع قبل ما أحكي أي شيء، أنت عارفة أي شيء راح يطلع مني زي ما حكيت من زمان، أنا هدفي تعليمي وليس هدفي أني أحاول أحطم أو أحاول أحط أصبعي على أشياء ما لها داعي. هلأ من هدف تعليمي أنا أو اللي أنت عملتيه، أنا كتير انبسطت بالبسكتة اللي عملتيها، حلو؟ لأنه كل إشي كان فيها مطبوخ، يعني الخبز حمصتيه حطيتيها بطريقة حلوة، وطريقة الزيت اللي عملتيها وجبتي الخيارة قشرتيها ولفتيها وحطيتيها، كله كان بارد مع بارد ظابط، كله مطبوخ كله بالتاكل. والحلو الموضوع بدي أزيد لك إياها كمان، اللي هو الثقافة هي أعلى إشي يعني أو أقوى إشي بالطبخ. هلأ أنت عشان عندك خلفية زي ما حكيتي أنت عايش بإيطاليا، اللي بتشوفيه أنت بالأكل كيف بتقدم هذا زيادة لك، هاي ثقافة أكل، لأنه واحد كل ما بسافر أكتر بشوف بتعلم أكتر. بتعلم أكتر. بالنسبة للأبيتايزر، بالنسبة للمين كورس، أنا حبيت زي ما حكى الشيف لافي عملتيها كونكاسي إنك أنت أشرتي البندورة فما طلع معانا شريط البندورة. طريقة الماسترد حلوة كتير، بينت بلون الصوص تاعك. هلأ في شغل بدي أحكي لك إياها، الدجاج لما تنكيه على طول حطي معه زيت، يعني بتجيب الدجاج أنت على طول حطيتيها بعدين نكهتيها، فانت اذا بدك تبلي الدجاج. لا كنت متبله اللي حطيتها من تحت، كنت متبلتها ورديت بهرت اللي فوق. يعني تبلتيها بالزيت وحطيت عليها بهارات؟ لا كانت الزبده موجوده. هذا عم بحكي لك اياه هيك على هاي النقطه. الدجاج لما بدك تبليه لجهتين اللي حكي سوري، بتجيب الزيت زيتون او الزيت اللي بدك تستعمليه، بتدهني الزيت وبعدين بتحط عليه بهارات عشان يمسك معك بعدين تقليها. اوكي alright. هاي من ناحية تانية. الناحية الثالثة أنا بدي أعلق شوي على النظافة، مش عشان أي شيء، أنت طبعاً على البركة اللي بإيديك استعملت الليمون بإيديك. هلأ أي إشي بارد، أنا بالنسبة لي من خلفيتي أي إشي بارد لازم جلوبز، أي إشي ساخن ما في مشكلة بدون جلوبز. الجاج بلشت فيه كتير بكير لأنه الطبخة اللي أنت عملتيها هي طبخة ألميوت بسموها بالمطابخ اللي هي عسرية، عسرية تضربيها، فأنت بلشت بالدجاج كثير بكير، مع أنه ما بعرف كيف طلع معك شوي جوزي لأنه على الواطي، على الواطي يعني الحمد لله يعني، بس ألمينيوت دائما تك 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 بطلع معك صح. طبعا حكى هو الشيف على بالنسبة لنفس المعلقة، وفي عندي كمان نقطة للتنتين، أي إشي بدكم، هاي المعلومة الخارجية، لما بدكم تستعملوا الزبدة، الزبدة معمولة لإشي واحد، بتحطي الزيت على النار إن كان قلي أو زيت زيتون، أنا بفضل دائما زيت زيتون بعطي نكهة أعلى مع إنه نسبة الاحتراق تاعته واطية. بتبلشي بالزيت بسخن بنص الطبخة ترمي الزبدة، لأنه الزبدة هي هدفها مش للقلي، هي هدفها تعطي نكهة، فهاي نقطة كتير مهمة تستعملوها أنتوا اللي قدامكم بالطبخ. أوكي شكرا. ندوق الثانية؟ الثانية يلا. يلا. بهاراته كتير زاكية، دجاج صراحة. أنت حطيتي كاتشب صح؟ مش مبين طعمه حلو؟ حطيت شوية. أنت
كثير بهمني رأي شفات بالتقييم مثل الشيف ديما والشيف محمد والشيف تيمور، فبغض النظر عن النتيجة اللي راح تكون أنا أخذت منهم خطوات وتعلمت لقدام شوي، لأنه لحد هون ما راح أوقف مشواري بالطبخ وإن شاء الله راح أكمل. صراحة للحظة معينة حسيت أنه الطعم عندها أطيب من طعمتي، عجبهم الطعم والنكهة تاعت منافستي. يعطيك العافية وجه. شوفي أنا يعني طعم النكهة الباربيكو اللي استعملتيها كتير صراحة مأثرة على الصح على الدش على الطبق ومعطيته طعم كتير كتير ممتاز. بس يعني أنا بالنسبة إلي مش لاقي هوية للصحن، يعني أنا عم باكل دجاج مقطع طعمه زاكي طعمه طيب بس ما له هوية، يعني مش لاقي له تفاصيل، يعني لا الكاتشب مبين طعمه مش مبين طعمه، في طعم حلاوة في طعم حلاوة آخر إشي، بس طعمه كتير طيب كبهار كدجاج. بس أنا إذا بدي أركز على إشي بدي أركز إنه يعني أغلب الشغلات اللي عملتيها اليوم عملتيها على كاتينج بورد أو لوح تقطيع واحد، يعني لما جيتي مثلا عملتي الكزبرة قبل ما تغسلي الكزبرة جبتيها على الكاتينج بورد على لوح التقطيع قطعتيها رحتي غسلتيها ورجعتي كملتي على نفس البورد. لا مش نفسه. نفسه ستي. فأنا يعني اللي أنا ركزت عليه أكثر إشي كمان إنه اللي بهمني أنا إذا بدي أحكي على الطعم، طعم صراحة ما عليه حكي، بس كان بدي كمان يكون للصحن أنا هوية أكثر، يعني هذا اللي فعلا بحاول أدور عليه. وفاء خليني أعطيكي عن الطبقين. بالنسبة لطبق المقبلات أو السلطة كتير طيب، طعمته طيبة لأنه المكونات فيه أكيد زاكية، بس دائما أنا بحب يكون في يعني نسبة وتناسب بين كمية الصلصة الدريسينج وكمية السلطة، يعني أنا بالآخر أكلتها بالمعلقة لقد ما فيها صوص مش قادرة أكلها بشوكة مثلا. يعني السلطة عادة مفروض تكون جوسي فيها يعني تحسي كل المكونات متبلة ورطبة بس ما تكون مرقة كتير أو مالي. أنا عملتها بين صوص وبين سلطة. عملتيها بين صوص وبين سلطة، إيش قصدك صوص؟ يعني إنه تكون طرية هيك وإنها يعني بتنفع مقبلات، يعني مش سلطة لحالها، إنها سلطة وإنها تكون سائلة شوي. ما هو إذا سائلة شوي بده يكون معها إشي، يعني كان مثلاً الخبزة هلأ هي زاكي اللي قدمتيها معها، بس لو إنك حمصتيها مثلاً للخبزة لأنك حطيتيها نية، لو إنك حمصتيها كنت مثلاً أنا قدرت إني أحطها بالصوص أو هذا، يعني أنا عم بقول لك هيك بس ملاحظات بسيطة على طبق السلطة. بالنسبة للطبق الرئيسي أنا بقدر إنك أنت يعني قدرتي تطلعي بفكرة تانية لما انحشرتي خلينا نقول بالوقت وما قدرتي انك تطلعي بالطبق اللي كان ببالك، فأكيد أنا كنت متأكدة انه طريقة البرزنتيشن او طريقة تقديمك كانت رح تكون أحلى ومختلفة أكتر وكان في فكرة تانية براسك، بس بالنسبة للي صار فيكي انقذتي نفسك بالوقت المناسب. ولكن زي ما حكى الشيف ما بدي أقولك ما إله هوية، بحب أنا دائما لما أكل أشياء مع بعض على نفس الصحن تكون مدموجة مع بعض بطريقة أحلى، يعني مش أحس حالي عم باكل أومليت لا وعم باكل دجاج. أنا الوقت أنا مقدرة بالي أنا مقدرة وبالعكس أنا حبيت فيك إنك داركت الوقت ومش تركت البيض وقلتي ما بدي أقدمه أخسر علامات استفدتي منه، ولكن دائما لازم تاخدي هالأشياء بعين الاعتبار. بس عشان ما أطول كتير حسيتك برضو كنتي منظمة بالطبق الأول وكنتي كل ما بتخلصي من إشي تاخديه على المجلة فكنتي مرتبة كتير بالمطبخ، يعطيك العافية. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب أنا راح أكون برضو معاكي دقيق بشغلات معينة. هلأ سلطتك أنا بالنسبة لي حبيت عن الشفات، حطيت الصوص تحت ما حطيتيش الصوص تحت، أنا كلها هيك مع بعض أكلتها عملت توازن معي، وأنا حبيت كيف أنت قطعت الفلفل الحار اللي علق عليه الشيف لافي قبل مطلع كبير، أنا بعرف أنك أنت قطعتيها على بركة. فأنا حبيت طريقة التقديم هذه إنه هي هيك تقدم صوت زي هيك وعائي، هذا واحد. تنين بدي أقول لك شغلة، بس بالنسبة للكزبرة الخضراء بريد بلاش تقطعيها، أنا بعملها هيك على فكرة بالبيت بريد، شفتك أنت والله دايما رحت وجيتي. هلأ الإشي الثاني كمان برضو حكته الشيف ديما اللي هو الخبزة، الخبزة ما إلها داعي، فأنا بدي أحكي لك إشي لإلك، إذا شفتي إشي زي قصة البيض شفتي إشي عم بصعب عليكي عم بكركبك مش عم توصلي للحل ما معك وقت اختصري. عشان قلت لي لازم أستعمله. اوكي احنا حكينا الشروط وحكينا لك اذا ما استخدمتيه بنقص نقاط صح؟ بس انا بحط بعين الاعتبار انه
ممكن إشي يخرب على إشي، فأنت عم بحكي لك إياه بعد ما تم تعمل بيض وما عم بزبط معك إياه، مع إنك طلعتي بحل تاني قلتيها استغليتي على الفرن، شفتي إنه عم بسأل. أنا بقول لك إياها خطوة، إنسي المسابقة، أنا بحكي معك خطوة لقدام. شفتي إشي عم بعيقك شيليه خلاص، حاولي فكري بالإشي المطبوخ اللي عندك اللي جاهز تطلعيه بطريقة أحلى إن شاء الله. وزي ما حكيت لك أنا سوس قوي كتير، أنا بالنسبة لذاك أنا بأكل، فهمت عليك؟ قصدك قوي إنه حر يعني ولا؟ قوي إنه في فليفر، في فليفر يعني قوي كتير حار، يعني في ناس بتحملوه في ناس ما بتحملوه، وطبعاً دنيا أزواق. أنا بالنسبة لي أنا بحبه يعني ما عندي مشكلة فيه، بس بدي أحكي لك يا بأي طبخة بدك تعمليها في العالم، والحكي لكم تنتين عنك أنت عملتي، يعني اللي هو إنك تتذوقي أول إشي، تطبخي تدوقي بتعدلي، دقت انا بتدوقي، عم بقول لك بشكل عام ما حكيت لك على اي مو بطبخه، اوكي بتدوقي بتعدلي بتدوقي بعدين بتقدم الطبخه. وشكرا لحسن الاستماع، يعطيكم العافيه. اعتقد انه هلا صار وقت نعلن النتيجه. شفت تيمور؟ انا يعني بظن متفق احنا على النتيجه. شوف شوف ديما عندك القرار. انت بتعرف اني انا ما بحب اعلن النتيجه. بعرف بعرف بس يعني طيب. هلا انا اللي بدي احكي ما بدي اثر على نفسيه الخسرانه، لانه دائما انا بحكي ما في عندنا خسرانه بست النكهات، ودائما سيدات ست النكهات بضلهم يطلعوا معي بحلقاتي بدنيا دنيا، موجودين دائما معنا في رؤيا. بتجميع العلامات اللي عندنا الفائزه معنا لليوم هي غاده. طبعا مبسوطه كثير الحمد لله. كنت متوقع يعني مش متوقع صراحه، زوجي واولادي واخواني واخواتي كانوا متوقعين لي اني افوز. اكيد ما حدا بحب الخساره، وكل واحد بيدخل على مسابقه بتمنى انه ينجح ويفوز فيها، بس برضو الحياه فيها ربح وخساره. مبروك غاده. شكرا. حظ اوفر يا وفاء. ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ما ستي طبخة طبخة وست طبخات بطبخة، بتقدر ستك تطبخ طبخة وست طبخات بطبخة زي ست النكهات أحلى ستات كل يوم أبخة عست النكهات.